الوطن. لسه مستمرين معاكم متابعينا متابعي الوطن لايف من داخل عزاء والد الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك. يعني زي ما احنا شايفين كابتن عبد الناصر زيدان يعني قدم واجب العزاء ونجوم كبار جدا من نادي الزمالك. زي ما احنا شايفين برضو يعني كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك واعضاء مجلس نادي الزمالك قدمونا واجب العزاء في والد الكابتن طارق السيد. حضر عدد كبير قوي من نجوم الزمالك زي الكابتن حازم امام والكابتن محمد عبد المنصف والكابتن طارق يحيى والكابتن عبد الحليم علي. شايفين طبعا رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب يعني حرص على تقديم واجب العزاء في والد الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك. شايفين كمان كابتن صاحب عبد الناصر زيدان حرص على تقديم واجب العزاء. طبعا بنقول له الف سلامه على دراعه ولا تفكر
زي ما احنا شايفين امامنا الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
سيد شكرا جدا على حسن المتابعه. كنت معاكم انا صاحب عشاق.